خليني اقول شويه ارقام وارجع اتحاور مع ضيوفي الاعزاء اللي منورني وعاملين حاله جميله جدا في الاستوديو. الاهلي خد اللقب 7 مرات بدون خساره، هو كمان صاحب اكبر عدد من المباريات بدون خساره، 71 مباراه. دي فترتكو يا عماد. مظبوط. يعني من 15 مايو 2004 لحد 25 مايو 2007، وكمان تحقيق الفوز المتتالي 21 مباراة، لا رقم كبير يعني. هل كان شخصية المدرب ولا كانت سمة الجيل ولا كان ايه بالظبط؟ المنظومة كلها كاملة كابتن شوبير، المدير الفني مستمر الجزية، الراجل شخصية ذكية جدا جدا، بيعرف يطور من اللعيبة بشكل كبير جدا. الجيل اللي كان موجود في النادي الاهلي في الوقت ده جيل قوي جدا جدا، الجمهور اللي موجود، الإدارة، المنظومة كلها كانت بتساعد على النجاح. اللعيبة كانت ملتزمة بشكل كبير جدا. مهم جدا ان اللعيبة تنفذ كلام المدير الفني وتكون هي عندها الرغبة. احنا نفسنا كنا بنحس ازاي احنا تعادلنا النهاردة، ازاي احنا ما كسبناش 3-4. وصلنا لمرحلة احنا في مباراة مع نادي المصري على مطاق كابتن نادر السيد، ده جول الاتحاد الليبي. بس ده كان كابتن حسام البدري المدير الفني. ده حد امبارح اتكلم على الجون ده بيشبه جون اجاييه يعني، بس انت اصعب لان انت عشان الكره اعلى. يعني عاليه جدا، هي اصعب. وعلشان انا كنت لسه راجع من المانيا بقالي اسبوعين وظهري كان بايظ يا عيني. والله والله بلعب بايظ. بتعمل كده؟ الحمد لله. دي هنا على الارض يعني. دي على الارض دي اسهل شويه يعني. طبعا هي نفس الفكره بس بتاني اصعب. انا عايز اسالكم انتوا الثلاثه، معلش، ايه سؤال كده من امبارح عايز اقوله. امبارح فايلر لما لعب، يعني حازم قبل الاستوديو بيقول لي مدرب الاهلي هايل وبيشتغل كويس وعاجبني وشغله كويس، بس لو لم يكن مثلا اجاي موفق امبارح، طبعا كان فايلر اتقال عليه ايه؟ بص ازاي لعبه راس حربه يعني، كان بس ممكن يتقال ايه؟ بس اجاي لعبها. يعني بس هي دي يا كابتن. ما هي دي المدرب. صح، مدرب. هو دي العيد المدرب. عشان امبارح انا كنت بكلم في الاستوديو ان عجبني الراجل انه من اول ماتش لعب فتحي. صح. مع ان فتحي مش بيلعب مع لسارتي خالص. مظبوط. انا وجهه نظري فتحي ده لازم يبقى موجود في الملعب على طول. والله انا بحب فتحي جدا. انا عشان كنت صراحه كابتن شوبير، انت قلت لي لازم يكون في المنتخب. منتخب كمان. طول ما فتحي قادر يلعب. انا ماشي اسف، طول ما فتحي قادر يلعب لازم يكون موجود في الملعب. ما يخرجش الملعب. سواء باك رايت، سيرد باك، في نص الملعب. فتحي واحد من ارجل واللعيب اللي تحطه في اي مكان وفي اي موقف هيشيلك، وده مهم جدا في كره القدم. اتفضل يا حسن. يعني زي ما بقول لحضرتك يا كابتن، هو يجي اول ما يلعب هناك ماتش اللي هو بتاع افريقيا حاطط فتحي، حسيت ان الراجل ده يعني بيلقط بسرعه، يعني بيعرف اللعيبه بسرعه. الفتحي قعد كتير ما بيلعبش مع لسارتي في الفتره الاخيره، اول يوم سلم عليهم باسمهم يعني، بس انك تجيبه على طول. باسمهم على فكره. ممكن اجاي الماتش الجاي ما تلاقوش كويس. يعني ما الله اعلم، بس قصدي توظيفه الراجل انه يلقط ده ويلقط ده في وقت قليل ويحط ويخاطر ويلاقي اللي هو بلاننج ليه حصل. ده يبقى مدرب كويس، لان هو بياخد ريسك في حاجه. هو شاف انا هلعب اجاي، مش هلعب بصلاح محسن ولا بمروان محسن، انا عايز واحد نوعيه كذا، نوعيه اجاي ده اللي بيقف على الكوره وفي نفس الوقت يعرف يروح يجيب من ورا الديفنس، هجام، يعرف ياخد الكوره تحت صدره، لعيب كوره كويس. الجون الاولاني صعب على فكره، مش سهل جدا. طب في ناس كتير هتروح وقفاها وحطاها، لكن لو واخدها وان شوت كده فلا يعني. البدايات بتقول ان الراجل يعني لا مش سهله مش اي حد ياخد القرار ده يعني. هو في ناس ممكن تعملها، بس انا ممكن تبقى في الساعه تقلش. في ناس كتير تروح وقفها عليها عشان تضمن جدا، يروح وقفها واخدها بشمال في جسم المدافع، لكن هو واخدها وان شوت. فدي مخاطره من كويس من المدرب، وان اللي توقعه لقاه يبقى هو عارف امكانيات لعبته بشكل كويس.